السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم اخواني في الله؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. قبل لا نبلش هذا المقطع، دائما صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اذكروا الله يا شباب، لا اله الا الله محمد رسول الله. موضوع الفيديو انه اجاوب على تعليقاتكم او على اسئلتكم اللي امبارح قلت لكم اكتبوا لي اياها في الاول او اخر منشور كتبته على الفيسبوك. خليكم مع الفيديو. وهيا يا شباب نشوف تعليقاتكم. اول واحد كان كاتب لي، طبعا هو جاب المنشور 22 لايك و13 تعليق. احنا مناش ان شاء الله يجيب واحد تعليق راح ارد عليه. يعني سؤالي، طبعا هذا اسمه ايوب جوردن، سؤالي هو ما حلمك في اليوتيوب؟ فقط في اليوتيوب، يعني شو حلمك في اليوتيوب؟ حلمي في اليوتيوب اول اشي انا فتو، يعني فت اليوتيوب بشكل عام، انه تحسين الاوضاع، يعني اوضاعي انا تحسين الاوضاع بما انه بشتغل على بسطة وهيك اشياء. وثانيا يعني كان هيك، يعني عندي حب هذا الاشي، لو اني يعني بس فت عشان احسن الاوضاع كنت مليت من زمان، بس ولكن انا فتت عشان حبا بهي الشغلة، يعني مش حب الشهرة، الشهرة بتسوي غرور بعض المرات، بس لا لا لا، بس يعني قصدي كمعرفة، زيادة المعرفة بس. السؤال الثاني هذا من اللورد زيزو، سعد لي زيزو انا. كم صار لك وقت وانت تلعب البلياردو؟ انا بتذكر حالي كنت العب بلياردو بالسهم الطويل بالصف التاسع هيك اشي، او صف عاشر، لا اتوقع تاسع، فتاسع عاشر اول ثانوي، توجيهي معيد، رديت التوجيهي كمان معيد، يعني يعتبر 6 سنين او 5 سنين ونص. سؤال، هو كل ثاني انتو بخير يا رب، دائما انتو انا وانتو دائما اجمعين بخير. محمود الجبال هو اللي قال لي جزاك الله خير. انت من سوريا؟ من سوريا. وهل انت حاليا في الاردن؟ نعم في الاردن. وباي محافظة؟ في منطقة اربد، او في محافظة اربد. اتمنى تذكر الله في الفيديو عند قراءتك الكومنت. لا اله الا الله محمد رسول الله. يحيى، هل انت محترف ام تتعلم؟ انا كنت زمان يا شباب محترف في اللعبة. ليش؟ لأنه كنت أنافس دول، يعني تقريبا كنت ألعب في اللعبة، طبعا هاي زمان على أيام يعني العاشر الأول ثانوي، كنت ألعب في اليوم باللعبة أقل إشي ما يقارب ال10 ساعات، 8 ساعة و9 ساعات 10 ساعات و12 ساعة وأكثر كمان. كنت أضلني سهران الساعة 4 الصبح، يعني ما كنت أدرس بالمرة، بس لعبت بليار. فالحمد لله رب العالمين هداني وبطلت ألعب كل الوقت. وفي نفس الوقت أريد أن أتحداك يا بطل، الله يسعدك يا ال او يو كيلي، لوكيلي اسمه لوكيلي. والله يا طيب، أنا اللي إذا بتشوف كم شخص بده يتحداني لبطل تلعب. إيش هي وظيفتك غير اليوتيوب؟ وظيفتي يا معلم بشتغل عند بشتغل على البسطة وظيفتي، وأنا فتحت بسطة ما حبيت أشتغل عند الناس. ليش؟ لأنه بفتح متى ما بدي وبتسكر متى ما بدي. اما بالمحل بدك تنجبر تفتح، مثلا بدك تروح على المحل الساعة 10 وتسكر مثلا على الساعة 10، ويعني بيجبرك انك تضلك عنده، مثلا ما بتقدر تروح متى ما بدك. فانا عشان هيك اشتغلت على البسطة. انت تحسب نفسك محترف ولا عادي؟ انا بحسب مش محترف ولا عادي، متوسط، لانه كنت زمان محترف هسه صرت متوسط بعد ما صرت محترف. مرحبا، اسمي أيمن من الجزائر، تحية لك يا أيمن، أنت واحد الجزائر. وسؤالي هو، ليه ما تتحدى يوتيوبر وتلعب ضربات خرافية في طاولة 100 ألف؟ يا صديقي، أنا حكيت مع أكثر واحد بدون ذكر أسماء، ولكن هني ما بيردوا زي ما بيردوا عليكم، يعني هني بيردوا عليكم؟ لا طبعا، ولا لك ما بيردوا علي، يعني عادي. السؤال هو، كيف كانت بدايتك وإيش الصعوبات اللي واجهتها؟ السؤال، كيف كانت بدايتك وايش الصعوبات اللي واجهت؟ طبعا هذا، طبعا اللورد ايمن هو اللي كان، مش اللورد ايمن، واحد اسمه اللورد ايمن مسمي حاله، يعني اللي ليش ما تلعب مع اليوتيوبرز. وعثمان وجيليبا هذا مش عارف شو اسمه، انت سب نفسك محترف؟ قلت لك انا قلت له وسط. وايش هي وظيفتك؟ عند محمد بشار قلت عليه انه بشتغل على بسطة. طيب نرجع لعلي القريشي، السؤال هو، كيف كانت بدايتك وايش الصعوبات اللي واجهتها؟
في قصدك يعني باليوتيوب ولا في البلياردو؟ مش راح اقول لك بالبلياردو. يا صديقي، انا تعرفت على شخص كان معه 30 مليون 45 مليون، هذا صاحبي في المانيا اسمه علي شكري. كان صديقي، يعني اول بدايتي مع هذا الصديق ما كان معي بلياردو. بعدين كيف بدي اقول لك، عرفني على شخص ما ادري ما كان معه كوينز كمان نفس الوقت، فبيعرف يلعب على اساس انه بيعرف يلعب. فانا شو سويت؟ في يوم من الايام ضرب الشمس معي وبلشت، كنت اسوي بحسابات صغيره لشخص يعطيني بدالهم بكوينز. يعني اسوي مثلا 20 حساب في يوم 250 ألف، وطبعا هذا الشخص اتوقع كان يبيع حسابات، فما بعرف انا شو كان يسوي فيهم. المهم اسوي له 250 ألف حسابات، شي تقريبا 20 حساب، واعطيه اياهم نفس 20 حساب يعطيني بدالهم 75 مليون 100 مليون، هيك كذا هيك كان اسوي له، كان اجمع. وهيك يعني كانت بدايتي اول شيء. بعدين كانت اخر مره ضحك علي واعطاني 30 مليون، ومن ال 30 مليون جمعت مليار. وبعدين وقت وصلت مليار بدون نزول 500 مليون، انا اعطيتهم لصاحبي وسرق لي ال 500 مليون وصفرت مره ثانيه. وبعدين كان عندي كلاش اوف كلانس وكلاش رويال، بعتهم على مجموعه، ولا اجى واحد كان قرفان بلياردو واعطاني حساب وكان ليفله 245. كان يعني فرصه لا تعوض، وما كنت اعرف انا في البلياردو ولا كنت اعرف اشي، يعني ولا كنت اعرف اشي. وكان بالحساب 3 مليار، انا هذا اللي بتذكره، و8 ليجندري او 7 ليجندري. وبدت كانت بداية، وكنت أول واحد بين أصحابي كان معي بلياردو، ولحتى كان علي كمان شقي كان يلعب بالحساب، ورفعناه لليفل 300 وشوي، وبعته ورديت سويت حساب جديد، ورديت بعته ورديت سويت حساب جديد ورديت بعته. وهي كانت بدايتي، هاي البداية. وك يوتيوبر، أو عفوا على اليوتيوب بشكل عام، أنا مش يوتيوبر يعتبر. بداية هذه يعني أتوقع هاي سابع قناة فتحتها أو ثامن قناة، يعني يكون بالعلم يا شباب. المهم السؤال أبدو ودادي، يحيى ليش ما تعمل مسابقات على حسابات؟ يا صديقي أنا ما عندي تليفون تاني لحتى أحول على حساب تاني، يعني مثلا ممكن يصير بند، تمام؟ فأنا ما عندي إشي أحول، عرفت كيف؟ عشان هيك ما بقدر أسوي عمل مسابقات. أنا بدي ألعب معك في البلياردو يا صديقي، ان شاء الله انه اقدر العب معك بس افضل. انت بتقالك او بقالك، هذا توقع مصري، طبعا هذاك سيمو كينج اللي قال لي بدي العب معك بلياردو، هسه مهمد سيرف مون. انت بقالك قد ايه بتلعب بلياردو؟ قلنا جاوبنا. وكم فلوسك في حسابك الرئيسي؟ مليار و300 مليون هيك شيء بالحسابي. يعني انت ليش ما بتدعم؟ لا تقول ما عندي حساب دعم، ما عندي حساب دعم. انتوا يا شباب اللي عنده حساب فيه 100 مليون 50 مليون يعطيني اياه على الخاص، وانا راح اعطيه توزيع للشباب، تمام؟ يعني الكو خير، الكو جزاك الله خير، بنقول لكم يا شباب بس، ولكن خير بدنا ندعم الناس. انا ما عندي حساب للدعم، انا ما بقدرش اعطي من حسابي، بتبنن. هذا اسمه خالد رياض الدراجي، قال لي كاتب زي هس الان، كان واحد كان بيتعلق الشيطان الحمصي. يحيى انت شو طموحك بالحياه؟ يا سيدنا العزيز، طموحي إن شاء الله بإذن الله طبعا إنه أصير إن شاء الله عندي مول، من بسطة على مول، فإن شاء الله غير عندي يصير مول بإذن الله، وأصير إنسان ناجح في الحياة، وأسعد أمي وأبوي. ها هي طموحي في الحياة، وأحفظ القرآن الكريم. ها هي هذول يا صديقي، هذول الأسئلة. أتوقع كمان في أسئلة، اصبروا يا شباب. بقول لي طبعا هذا كاتب لي إياه بآخر منشور، مش آخر منشور، أول منشور نشرته. أول شي كل عام وأنت بخير، وأنت بألف خير يا صديقي. طبعا شو اسمه؟ إم نجيب، أتوقع مش إم نجيب هي نفسها بس، ولكن جزء ابنها. أول شي كل عام وأنت بخير، ثاني شي صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الأول، قديش عمرك؟ عمري 19 سنة أو قريب ال 19، يعني 18 ونص. السؤال الثاني، من وين انت؟ انا من سوريا، من منطقة اسمها حمص، من ريف حمص وهي اسمها تلبيسة. السؤال الثالث، في اي بلد انت الان يعني مستقر؟ انا الان في الاردن، في منطقة اسمها اربد. السؤال الرابع، امتى بدأت لعبة البلياردو؟ قلنا قبل تقريبا 5 سنين ونص. وشكرا، صيام مقبول منا ومنك ان شاء الله، وافطارا شهيا يا رب منا والك.
صحيح، أنا اسمي شاكر. قلت لكم شباب هاي مش ابن جديد، هذا اسمه شاكر. اذكر اسمي بالفيديو. شكرا. لا شكرا على واجب يا صديقي شاكر، الله يسعدك يا بطل، وصيام المقبول للجميع، وافطارا شهيا يا أصدقائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.